طب ناخد اتصال ابو مريم من مصر. السلام عليكم. برحب بيك ابو مريم، اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، سلام لكل القائمين على القناه يا استاذ. الله يكرمك، اتفضل يا فندم. كان عندي سؤال وعايز اساله للشيخ عصام. اتفضل سريعا بس عشان الوقت خلاص. لا سريعا، حضرتك انا كنت ان شاء الله باذن الله نويت اعمل عمره ان شاء الله في شهر 2 باذن الله. ان شاء الله. وكنت ان شاء الله، والعمره دي كنت انا اول مره اطلع، يعني اول مره اعمل عمره في حياتي يعني. ايوه. فهل ينفع العمره دي اعملها لوالدي؟ والدي متوفي يعني. طيب يعني انت ممكن وانت بتعمل عمره لنفسك تعمل عمره لوالدك، بتسال السؤال ده صح؟ لا انا هو ممكن ولا ما ينفعش ولا طيب حاضر. اول عمره ليا ينفع معك؟ انا فهمت سؤالك. اول عمره ليك؟ هي اول عمره له. تمام ماشي. تمام حاضر يا استاذ. حاضر يا ابو مريم، الشيخ عصام يجيبك حالا ان شاء الله. مش فاكرين سريعا بقى عشان الوقت. الشيخ عصام هو طبعا العمره يعني في خلاف بين الفقهاء ان هي مع الحج ولا منفرده في الحكم الوجوب يعني. ايوه. قال القول تعالى: واتم الحج والعمره لله. نعم. طيب لكن هو دي اول عمره يعملها، الاول يعمل العمره عن نفسه ثم بعد ذلك يعمل عن من يشاء، عن والده عن والدته عن اي حد، لكن يبدا بنفسه اولا. هذا هو المستحب والمسنون في الطاعات، ان تبدا أيوة. بنفسك. نعم. حتى في الدعاء. هو اصلا ما كانش عارف ان هو ينفع ان هو يعمل عمره ثانيه غير العمره اللي هو بيعملها. لا ينفع طبعا. وبيسال على ينفع ولا ما ينفعش؟ بيسال على الاثنين. انا بقول له طبعا انت عايز تعمل عمره لنفسك وتعمل عمره لوالدك، هل هو ينفع؟ تعدد العمرات لا مانع فيه شرعا، معظم العلماء على اجازته. ان هو بعد ما يبدا اولا بالعمره عنه، خلص يذهب الى التنعيم او الى موضع الاحرام بتاعه ويحرم، ثم يرجع يعمل عمره لحد احد اخر، كلما انتهى يحرم ويجدد بعمره جديده لا مانع. تمام.